Sei bekur. Sei bekur. Ich es. Bitte über die Kur. Ja, nein, nein, bitte über die Kur. Über die Kur. برجلي يروح الولاد تي ديما فزادها الزاح مازال بكري تمشي جيب الكره نقطع عليك لحظه فاكس يا زي ما تكوريخ يا زي ادخلوا الولاد اما بزربه خويا الدروب هي حل 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 شد انت حل يا فلوس هاد فلوس يبقى هني يسرحت عليهم يبقى يا معلم معلم قطعهم فديه فديه يا حسب يا جا خلي احسب سيب 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 أعطي الطفل 50 من غادي يعطيه 20 شو يعمل بيهم سايب 20 تاعي هذيك جاي على طرف فلوس هاي هز فلوس ما رغدت تكوير في ليسي نسيت الكورة هي نورمال لو كان عندك فلوس يشري كورة جديدة هي برا بركة هيك تنفس توصل الكورة هاي الولاد برجولية خرابها هو جاي يا على خير سيسوا روحكم في مي ما تشتوش ايه يا فيسا ما تعبت الوليد طيب تكيد ايش تجيب لنا قزازة برا عطيه عطيه هيد الفلوس هيد برا فيسا تبتاش ايه رتحت ليش لسه لك على حكي هم جميع ضيعوا كورة تعرف شي واحد فيهم ما تعرفش اسم شل شلة لواي نعرف رامو مكتوب اكيد تعرفهم حاب نقول لك وين ولا تعمل زي تو دجا واحد واقف الهات
جري بالاخر ايش تبتعمل بالله وينو سيف فلكت. وينو سيف مريتوش بس قد غادي بس تو يجي نروح تبقى بيلقى عالاخر عارفين مش سيبنا ايش هي مشكلته سكت الصندوق ترك فلوس 200,000 يا وجيه هذا نورمال في مخاطكم تمشي وتخليوني وين كنت انت؟ قرد متخبي هي المهم لباس اسمعني برجو لين نتقابلوا غدوة في القونة هيك أول برجو لين ملا واحدة بالليل في واحدة كل ما جرتك انتي بالليل يندمت لها زيت وانا الصندوق ايه نحصد لا حس لازمنا نشوفوا حل الولاد بالسياسة من الاخر رجعوا الصندوق فوق علينا من مشاكل شنو ما انتش رجعوا له الفلوس اسمعني رجعوا ما رجعوش مش سيبنا عندك فكرة مخينتي تاو اخو مش يغضب الحاكم كل شيء للعائلة تخرف ريت بالليل تاو اخوك هو اللي بش سلك هنا فماش غير شنو هي هذه اخوك بش سلك هنا فماش غير ما نفهم حد شيء الحكاية تولد لازم تدخل فيها الكبار قبل ما زيت تشنا بيه تو نتصرف ياك هواك بنات التليفون هادو ما دالي قوم خويا حاشي بيك يا دالي قوم شبيك مصيبة تقوليش فلوس زاد كي مستورة والحمد لله عم واعي في المشكلة ومش عارف كيف انا بدارك احكي شبيك فم مجرم جيران مجرم كلها بنيت مجرمة في هالبلاد تينو نحكي معك بالرسمي بعدني عم بعني وانتي ديما جايب لي كافة جديدة الو حايد كلمتني من بوتيل طول رجع لدارهم ما تقوليش خطفوه شكون زيد سيف تخطف سيف بوتي هاي حطينا في كونجي تحكي بالرسمي ملا حالة ماكش خويا طول برشا اهلا بيه
توا جاي حاجه ديال غالب تشديت. حكيت مع اخوك؟ حكيت معاه، هما من الاخر قال جبتوا البلا رواحكم تصرفوا فيه وحدكم. بصراحه بسخطوا، ما عادش تقول علي ساقط. مشكلتنا تو عندنا نهار كامل نعرفوا حتى شيء على سيف. ها هو سيف تو بالي. ها؟ سميني روحكم شدة لواي؟ شكون لواي فيكم؟ وين الصندوق؟ كله على صندوق.